واحد من افضل الرابرز بالمغرب في 5 سنوات الاخيره فرقع الكارير ديالو بتراكات هاربين وعام ورا عام كيزيد يشارجي ديسكوغرافي باش يرسم سميتو في الراب المغربي كاحد افضل الرابرز اللي دازو في التاريخ باغ اكزومبل بحال مسلم تون بيك اشكان فلاير والقائمه تطول كلكم بغيتو تعرفوا شكون معايا اليوم قبل ما نقول لكم شكون بغيت طلب بسيط منكم هو كلشي دير لايك وكومونتير شي حاجه اللي ضروريه دابا لان لاشين غبرنا عليها بزاف ومبغيناهاش تموت وتشجعونا باش نجيبو فيديوهات كثر سيداتي ساداتي مرحبا بكم في قصة ستورمي اسمح لي يا شاف هداك حجري ماشي فلاما يتنا صبرت نديرو اللعقة وجي عوديو مالينا كي كنا ميكروبو حازق تحشت ليك مدوبلة في الدنيا وجنة يا كنت ساد بغي تموت دراري دارو الفلطة تبعو البابي حدهم سمعو الأورو تلاحو بدبي اوكي سولتيني نقولك بابي الماغي قاعد درابي لا بابا بابا من قلبي كنقولا ترتاب وحدي ملحس لا بشر لا دولة الرباط عاصمة المملكة سنة 1997 غيتزاد ياسر من أبوين مغربية الأصل من بعد الإزدياد ديالو غتقرا العائلة باش تنتقل لمدينة سالا وهذا كيعني بلي ياسر غيكبر في سلا ويقرا الإبتدائي ديالو فيها وبالضبط مدرسة الأمانة لكينا في دربهم في حي السلامة وهذا الأخير هو فين كبر ولعب وعرف صحاب جداد وتعلم فيه بزاف غيقرا الإبتدائي ديالو في سلا اللي كان النيفو تاعو في القراية متوسط داخل المدرسة ماشي داك التلميذ القراي وماشي داك التلميذ المجتهد وماشي داك التلميذ اللي ديما كيصدم ولكن مواكب العصر كيجاوب على قد السؤال تاعو وماشي كيسول ديك الدرجة اللي مطنق وعنده وصول ياسر إلى مستوى الإعدادي غيتحتم عليه يتابع الدراسة تاعو في مدينة تمارة ويقرا فيها حتى الليس وفي 2007 كانت البدايات عنده مع الآلات الموسيقية فهاد السنة بالضبط بدا كيتعلم ليه الجيتار في سن صغيرة ومن 2010 حتى 2014 كان غير كيكتب وكيتعلم كيفاش يراب قدروا سميوا هاد المرحلة في الكارير ديالو مرحلة التعلم كان كيسمع من الأخ ديالو الموسيقى بزاف وهو اللي انفلونسها باش يكون رابر في المستقبل بحكم الاخ ديالو كان مع جروب ديال الراب وكان تعرف على بزاف ديال ليزارتيست اللي كان كيسمع ليهم وحبوه في الموسيقى بحال امينيم اشكان وفناير وفي 2014 يحط لي اول فريستايل وفي 2016 غتكون لي البدايه الحقيقيه في الموسيقى اللي كان هو في تيم وحده مع بزاف الدراري اللي كان معاهم المونس عبد الغفور والنيغافون ولكن من بعد تفرقوا بسبب مشاكل خفيفه وفات السنه كياخذ ياسر الباك ديالو اللي من بعد غيمشي يدير دي بلون في تيليكومونيكاسيون ويخدم مع واحد الشركه تاع الاتصال كيدخل ويفي للدار ومزامنه مع الخدمه ديالو كان ديما كيهبط لاكاف تاع الدار كيسجل موسيقى في الماتريال اللي خلاه ليه خوه وصحابه وكان كيحط لي فريستايل تاعو في الانترنت ومن لي باج اللي دعموه نهار الاولاني هما مروا كان راب ليريكس ومن بعد ما قرا عمل في الدبلوم وخداه مشي كمل ليسونس بروفيسيونيل وخداه موراها خدم في الشركه ولكن من بعد حط ديميسيون ديالو وخرج وباغي يخدم على راسو في الموسيقى والدار ما في خبارهم والو وفي تاريخ 2 نوفمبر 2016 غتكون الانطلاقه الحقيقيه لستورمي بالنسبه للسوق الاي كي اي تاعو هو جابو من واحد مجموعه الراب ايطاليه وعلاش قلت لكم انا على دات ديال 2 نوفمبر حيت هذا هو التاريخ فين حط اول تراك ليه فلاشين اللي سماه فرانكاست هاستوري فيفن نوت حتى شي ستوري سناب شات وكتسنج بان قبيل النبي قلب فيكم لي دقيت وقام ينوض واللي ناضي قد يفوتني غير نبيع النقا اللي سمع هاد التيتر وقارنه بستورمي ديال دابا غيجيكم مغاير 180 درجة راه النيفو طلع بزاف بالنسبة التراك كانت فيه دخلة لصالح عزيز داداس من فيلم الزارو اللي هي لقطة مشهورة في الفيلم علمونا الندم على الماضي وجراحه زيرو ايش هذا صاحبي واحد الوالد الله يرحمه وصاني على ثلاثة ديال الناس ما الثقة هذوك اللي ما كيضربوش الطاسة والاخرين اللي ما عندهمش مع العيالات واللي ما كيتصمتوش لأم كلثوم انت كتسمع لأم كلثوم ها انت رويكا الله يرضي الشيخ طم حماق على دين مو هاد لونغوست ولكن في واحد الريحة كتبقى خانزة في الليد ما تتحيدش انت عندك مع لونغوست نو ما عمرني ما دقتو ويلي يا صاحبي ما عمرني ما دقتي ودابا انت تتزكل عليك 100% ديال البروتين لونغوست صاحبي الحيمة ديالو تيطبع وسك من الشحمة حتى انا فاتو عاقبوني وحطوني قدام واحد البيرو في واحد لاماشين ما تكتبش ولكن انا صبرت وخدمت راجل عمري ما خدمت سولو حيت هاد الخدمه ديال البوليس عندنا خصك يكونوا عندك داك الشيء ديال النحاس ولكن هانيه دابا نعاودو نرجعو للدفا نعاودو ردوك معنا ليكيب الا بغيتي انت
ولكن شرط ما تبقاش تلعب معايا يا صولا، ما تبقاش تلعب معايا يا صولا، ما تبقاش تلعب معايا يا صولا. سمعتي؟ سمعتيني؟ واش غتلعب معايا سولو؟ وتاني تراك يحطو ستورمي في الكارير اللي هو بام ديدوس، اللي كان حتى هو اول كليب ليه في الراب. كتوب على مزيكزاكو سيبي خطو مناجي فتح سيرفات يا ميلانيا في سيبي دكتورات الزنقة في السيبي لمدو يدي وما كيساوش كيف شخوف شيبا شيبا. التيتر اللي تحط في 27 ديسمبر كان على شكل انسبيراسيو من حليوة والهيت ديالو، جاني كاين واحد شوية تشابه لأن حليوة هو اللي كان في رقاعة في ديك الفترة كل شي باغي يدير بحاله، ومن بعد غيجي الجيروفا لا يرجع فيه ستورم الاصلي. تيجي كامل كما بغيتناش برجوازي واني درام باش تسد فما يزامل بنسي ديزنا جابو الراب سيدا تشاف الحال ما كيتشابه ودار ساطعة وحديدة. واحد لقيته غتجي واحد التراكات اللي يخدم فيهم مزيان كيحفر وكيقلب على المليون اي طريقه بحال هالا بيرانا هالا بيرانا سكواد حطها في ودنيكا كي دار قول لهم راه جاي، وبحال برافي ريكاسي لكنت الموت راضي وكتخرب عارف هاد الوقت ما نكون مغرب، وبحال اون ماي واي هادو كلهم تراكات ما واصلينش للمليون وخدم فيهم من القلب باش يحقق ذاتو ويتعرف في الراب المغربي، وغيصبر على زهرو حتى لتاريخ 30 من شهر 8 من عام 2018 نسيناهم اللي كان فيت مع كوزا. كما سوقت يوم اشنو قالو درت الناس كما درت جبالي. هذا هو البخومير تيتر على استقبال مليون، وباش تجيب مشاهدات في الراب المغربي غتولي تحت انظار الشركات الموسيقيه او لي ليبل، من وراها بدا كيبان شويه بشويه وبدينا كنشوفوا مشاهدات في التراكات ديالو بحال تراك تريبل سيفن. اسمح لي يا شاف هذاك حجري ماشي فلاما يتنا صبرت نديرو العقا وجاو داو مالينا كي كنا ميكروبو حازق تحت حتيك مدوب لبنيا وجنايه. هاد المورسو ضارب على يوتيوب حوالي 2 مليون، مورسو اللي كان فريستايل بيه شحال من مره وكان واحد ستار اللي غيتحط من بعد 2024 وغيمشي فيرا اللي هو اسمح لي الشاف. هاد ستار تحط 2019 ومن بعد غيتحط فيش مع ديزيدروس اللي غنوصلوا ليه وغنهضروا عليه حتى هو. بالنسبه للتيتر ديال تريبل سيفن كان عباره عن قفزه نوعيه في الكارير، وفي بدايه 2020 هاد السنه غتكون سنه ستورمي بامتياز، وهنا فين فرقع مزيان وغتولي سميتو على كل لسان. بدايه في تاريخ 22 يناير غيتحط الراد من احسن لي مورسو في الكارير ستورمي المدينة تحكي عليه شبيكو فينو ضرب ريميكس لسو مدينة غناو رونالدو انت غني ايكاردي. التيتر اللي ضارب على يوتيوب حوالي 3 مليون مشاهدة، وهاد التراك اللي ديمارا به في الراب المغربي وعجب بزاف البيبلي، ومن بعد غيجي واحد التيتر من احسن التراكات اللي حط ستورمي في الكارير اللي هو بلا برناو الناس كتجارة وبجوج كون فيهم لي عايز سبق ما قاني نو ما يبراحتك في يدي حلف لا بايس سبق. تيكنيك باش قصر في هذا الموسو شي حاجه اللي هو عليها بزاف، وزاد كسب بيه جمهور كثير وراه ضارب على يوتيوب حوالي 3 مليون ونص. نقدر نقول لكم باللي كورونا دخلت على ستورمي بالنجاح والخدمه، كما انه ركز على الموسيقى اكثر وخدم بزاف باش يحط التحفه الفنيه ديالو بحال الموسو ديال البلار غتحط من بعد دومو ديال الكونفيرمو تقريبا ومشى مزيان وكلشي عقل. نهار ستورمي تهرب بواحد اللقطه في ستوري اللي قال فيها وباقي شهر. عرفتي شحال باقي؟ ما عنديش وباقي شهر. هاد المرحله كلشي كيقول هذا اخر شهر نخرج، هذا اخر سيمانه نخرج، هذه اخر 15 يوم نخرج، حتى لواحد النهار وما يقولوا له ما باقي لكم شهر ديال الكونفيرم. في شهر 6 من نفس العام اللي هو 2020 كتحط مورسو على تي ام فلو هارب اللي حط انا، وهذه هي الموسيقى غير تعرف بها هو. نقدر نقول لكم بلي ستورمي لقى ستيل ديالو في التراك والفلو ديالو هو هذا، خدم بيه بواحد التقنيه اللي مزيانه وكتسمعو كتقول ستورمي هذا اللي كيراب وما كاينش من غيره. وهذا التراك كيعاونو بزاف في الكارير باش يدير ديك القفزة النوعية ويبصم سميتو في الراب المغربي. هاد التيتر ضرب على يوتيوب حوالي 6 مليون مشاهدة، نقدر نقولو هو أعلى نسبة مشاهدة من هرب دار الراب. من بعد الشهرة اللي تلقاها جات واحد الفرصة اللي كانت غطيحو ولكن الله وقف في طريقه، وكانت هي سبب الشهرة الحقيقية ديالو في الراب المغربي. البلان هو نهار تدرب ليه تراك أفريكا كاع ديال بصح مبقاش هو باغي يلوح وكاع، ولكن قنعو صحابو باش يلوح تراك وتحط تراك وضرب فيو تاع بصح رغم أنه كان مسرب ورغم أنه وتحط اوديو من بعد. الدراري داروا الفلطه تبعوا البابي حدهم سمعوا الاورو تلاحوا بدبي اوكي.
دابا التيتر راه ضارب على يوتيوب اكثر من 20 مليون مشاهده، والمفاجاه الكبرى هي انه غيحقق نسبه اكثر في ستريم كاول تراك استماع في سبوتيفاي سنه 2020. من بعد وصل لمواصلات شهر قررت ليكيب ديالو باش تخدم ليه كليب، وكليب حتى هو ضارب 24 مليون مشاهده. قلب عمر جافا يا ضن بلانم كيدخل مع العظام. وفي شهر 10 من نفس العام غيجي واحد من احسن اللي فيت في الراب المغربي بين دراغانوف ستورمي. صابين اللي كنا حنا قدادي تحكولي فوجي زعما باولي الخير كنشوف احلامي تهلا مواطي. لي غوفغان تحط في هاد المورسو شي حاجه اللي واعره بزاف وحاجه باينه غيكون هادشي مخدوم مزيان، لانه في الميكساج واقف عليه دراغانوف واحد من احسن لي برودوسر في المغرب. حتى هو درنا ليه القصه ديالو، خليكم ليان ديالو في الديسكريبسيون. وفي 26 نوفمبر غيجينا سون بريرا. التيتر اللي كان مقسم ما بين دو كوبلي ودو غوفران غاتش بشريحه كبيره من البيبليك الراب، وهادشي ماشي غريب على واحد بحال ستورمي. ومن بين الجرائد الالكترونيه اللي حضرت في صور الكليب هي هيسبريس. حنا دابا في سيدي بطاش في كلوب ام اكس جي بي اي ديال الانتاج، الدري الصديق ديال العشرات. دونك جينا هنا غنديروا دي بلون، كاينين دي بلون عندنا بلي موتوكروس، هما غنضربوا دي بلون كليب ديال زيد ما بقاش. هادشي اللي كاين، هادشي فين حنا اليوم. صراحة عمري سكت موطور انا في حياتي، ديما كنهضر على الموطور عمري سكت موطور. عزيز عليا نشوفهم ولا يبانو في كليب ولا نيمار، عمري سكت موطور. باقي عندنا بلون بالليل، عندنا بلون بالليل اليوم هنايا غيكونوا الدراري ضربوا دي ديغيزمون. هاد القضية كتعبر على الثقة في المنتوج، باش تحضر معاك الصحيفة وانت كتصور الكليب. هو أكبر ضيب أنه عندك الكلمة ديالك في الموسيقى. في بداية 2021 غيجي الفيت مع لانكوني في تراك ميزان. قولي يا واش حساوي غنفريك، قولي بقلبك غتخفينا نفيق، انت كطلع الفضا كتهزني في جيب قشرة نخرج الكابوطة وزيف. عجبني أنا بزاف هاد التراك، كانوا فيه شي سطورة واعرين وهاربين، خصوصا مع لانكوني اللي حتى هو درنا عليه قصة ديالو، غنخليكم ليان ديالو في الديسكريبسيون، كلشي مشي تفرج فيها. وفي 25 من شهر 6 من عام 2021 بعد شي كولوبراسيون اللي غتلعب دور كبير في الكارير ديال ستورمي، اللي كانت ما بينه هو وطاني، بجوجهم غيحطوا ألبوم اللي سماه تشاك بول، اللي فيه أكثر من 12 مورسو، بداو الألبوم ديالهم بإكستري اللي سماه عمري أنا. صوبي كل يوم خاصك تكون دونكور ليوم ميما سون تون صوتي يوم ستامي تون تون صوتي يوم. بالنسبة للموسيقى اللي كاينة في التراك مجهدة بزاف، بين جوج روابا عندهم نفس الستيل، وزيد عليها الكليب اللي هارف في النيفو، لعبوا دور رجال المستقبل وكتفكروا الماضي وشنو داروا فيه، بحال باغي يوصلوا لينا بأنهم غيكتبوا التاريخ بالألبوم ديالهم. وإلا مشينا نضربوا طليل على الألبوم، بداية بالعنوان جاك بوت اللي المعنى ديالها هي الفوز بالجائزة الكبرى. بالنسبة للكوفر عادية ما معقداش بزاف، كيبان ستورمي وطاني راه كبير في ديكاب بورتابل وهازين مصوات ديال الفلوس، يعني لوبجيكتيف باين علاش دايرينهم هادشي كامل. من أحسن تراكات في الألبوم بحال ليالي. هاد المورسو اللي كان فيش مع السنور وضارب على يوتيوب حوالي 4 مليون ونص مشاهده، وكذلك كاين تراك اخر اللي حتى هو وال وفيش مع اليغراندي توتو في تراك تشين تشين. زمان نزلك العايجي في ارضك وارضي بينا وصلك لي صحه تردينا العمزي. حتى هاد المورسو راه فيه ما يتقال وجايب راسو في الفيوز حوالي 4 مليون مشاهده، ودابا جات النوبه ديال سمولكس اللي ضرب معاه حتى هو فيش في تراك ميديتو. وام سيدو تما في كامباك تصحاب لقينا البال تحد ما حسب لينا حساب فرعنا لي غفقة هارب وكيلصق في الراس بالبساطة ديالو. بالنسبة للسمول حط كوبلي الأخرى في التراك اللي بدأ فيها ديال بسطة سمول اكس، حتى هو درنا القصة ديالو غيخليكم ليان ديالها في الديسكريبسيون، وكذلك حتى القصة ديال شايفين دخوا دي بارطاجيو البلان الماكسيمو ديال البارطاج. وفي شهر 8 من عام 2022 غيجي التراك مولاكا. صغري مراكا جافيل دكتور بعدا راه خاصها غسيل. هذا حتى هو مزيان، والفوقيته ديالو فوقيته ديال الصيف والريتم ديال الصيف والفلو ديال الصيف ضارب لحد الان على يوتيوب حوالي 2 مليون مشاهده. وفي شهر 9 غيتحط واحد من احسن تراكات اللي سمعت من عند ستورمي اللي هو بادي حفيان. بادي حفيان ما جيت قاعد تقول لهم كسيتو كناريان. هاد المورسو اللي كيتكون من كوبلي وحده كيهفط فيها عفطه وحده من الانترو حتى الاوترو، الفلو كيتشونجا من ريمه لريمه. بحال هاد لي مورسو كيطلبوا مجهود كبير، حسن من هادوك التراكات اللي كيكون شبعاني لو غوفغان كتعاود نفس الكلمه. وفي 21 يناير غيجي واحد من احسن لي تراك عنده اللي هو
بوبو حنا ولا بوبو بوبو كون طومي تجيري ما كنطاوش بعضي ردنا لي بغيتي سول سيري. هاد المورسو عبارة عن اكستريم الالبوم ديالو سولو اللي ماشي بحال الاول اللي كان كولوبوراسيون مع طاني، وتصور الكليب ديال هاد التراك في البرازيل اللي وقعوا فيه بزاف ديال المغامرات. نخليكم ستورمي يعاود لكم شي وحده منهم. صراحه شنو كان خاصك الكليب؟ لا خاصك اللي غتلقى مع ضريابو. اوف قرب والله ما كتبتش الكليب براسك. هاد الكليب هذا شنو كان خاصك؟ كان خاص بالروج. الحاجه اللي ندمت عليه هو كان خاصنا نصوروا ليه BTS ديال Behind the Scenes. اه Behind the Scenes كانوا غيبانوا فيه واحد العيبة كان غيبان قبع. فهمتي Behind the Scenes بانت في الكليب ولكن كي تصور الله ايه واحد دري الله كتب موفي امسي صوص الدرات اشتري كي تصور واحد وقيت انا وقف موراه هو كي تصور قدامي فهمتي اسالت ديالي خرج هو كي تصور وديت واحد خونا هز واحد اللعيبه فهمتي وهو دابا هو شاد بواحد لونجل ديال بحال راه كيصور هذاك خونا هو يجيني لا ما قصدوش داير ديك ها وصدق ما شافوش حيت هو فهمتي حاضي مع الدراري ما شافش خونا هو دار ديك ها وانا شفت نفس لاكسيون كامله فهمتي غير قرب جاب الله عارف سمح لي شناهي نقول لي اميغو بيردون عاد استقص منك بردون ما ازدرس في اللي دلين ما تدر اللوتي السطر ما شوف ما كيزعرف شنو غدير فهمتي ما كيزعرف شنو غدير فهمتي ما عندكش واحد اللعيبات واحد اللعيبات انت ما مولفهمش ترى ما يمكن اشوف كليك واحد كليك لك سليل بركة واحدة تقراسك بالنسبة للتراك ديال بوبو ضرب على يوتيوب حوالي 19 مليون مشاهدة وفي تسعود مشارجوش غيتحط الالبوم كوبلي في كاع لي بلاتفورم ديجيتال تاع الموسيقى ومشى مزيان ستريم وسميت الالبوم هي ايسبيرغ واللي هي التلجة اللي كتكون وسط البحر وداكشي اللي مخبي في القاع كثر من داكشي اللي باين. من احسن التراكات في الالبوم بحال نايكي اللي كان فيش مع ديزيدروس وكذلك مارادونا وكذلك اميرة. بالنسبة للالبوم شي حاجة اللي واعرة بزاف وحق نسبة ستريم عالية يعني دخل لي الفلوس. بالنسبة للفيت اللي دار بستورمي في الكارير ديالو هما كتار وبزاف بحال فيت مع طاني وختي في التراك فراتيلو بالنسبة لهاد المورسو نقدر نقول لكم انا هنا فين عرف ستورمي كتار وهاد التراك واعر بزاف ومشى فيرال في المغرب فاش خرج خصوصا لي غوفران كيلصق في الدماغ وكاين فيت اخر مع السنور في تراك لا نازا وكذلك كان واحد فيت مع مروان موسى كازابلانكا ولا لندن مش فيك تفرق لما تصيامن لما تفرط. هاد الكليب يتصور في لندن بين مغربي ومصري ضارب مليون ونص على يوتيوب كيف ما شفتوه الخوش ياسر بدا من الزارة وضرب شحال من فريستايل في يوتيوب وشحال من فريستايل لحو في الانترنت وفريستايل حتى في تشالنج ديال اوكي ويتش هو فين تعرف لها بزاف الدراري وكديمارت ليه حياته من تما وتقاتل عليها باش يوصل. وهاد الطريق كلها اللي ضرب راه ماشي ساهله وماشي صعيبه حتى انت عيا تقتي في راسك راه غتوصل معني غير تثق في راسك وتامن بالحلم ديالك راه غتمشي بعيد. الخوش فيديو حتى لهنا ساهله ما تنساش معك لايك وابوني لاشين وتبارطاجي بلان مع صحابك وتقول لي في لي كومونتير شكون الرابر اللي بغيتو في الفيديو الجاي ان شاء الله وليا فراسك.